السلام عليكم. مؤخراً وزارة الصحة تمدت بروتوكول جديد يقوم على العلاج بالمنازل بالنسبة لفئة معينة من المصابين بكورونا. وعلاش تم اعتماد هذا البروتوكول؟ هذا البروتوكول تم اعتماده بسبب تغير الوضعية الوبائية في المغرب اللي عرفت في الأسابيع الأخيرة ارتفاع عدد الحالات الإيجابية والحالات النشيطة والحالات الحرجة. ولكن شنو هو الهدف منه؟ الهدف هو تخفيف الضغط على المستشفيات وتمكينها من التركيز على الحالات الحرجة وحالات الإنعاش ومعالجة أمراض أخرى كانت توقفات أثناء مرحلة الحجر الصحي، إضافة إلى تحقيق تدبير ذكي للموارد البشرية الطبية وإيجاد صيغة لتخفيف الضغط عليهم. وباش ما ننساوش، راه كاين شروط صحية وسكنية. أولاً، المصاب المعني بالعلاج خاصه يكون حامل الفيروس ولكن ما كتظهرش عليه أعراض المرض. وثانياً، ما يكونش من فئات المسنين فوق 65 سنة وما عندوش مرض مزمن بحال السكري والقلب والضيقة وغيرها. وشروط سكنية بحال توفر السكن الخاص على غرفة أحادية خاصة بالشخص المريض لضمان انعزاله على باقي أفراد الأسرة، وعدم وجود شخص كبير في السن أو مريض مرض آخر في نفس السكن لتجنيبهم خطر انتقال العدوى. الحصول الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من هذا الوباء. وبلا ما نوصيكم، بقوا على بال.